أنتم مساء حضرات السيدات والسادة، وشكرا على حضوركم ممثلي السلطات والسفراء واللجنة التنظيمية وممثلي وسائل الإعلام. أود بدوري أن أتوجه بالشكر الجزيل لرئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. وأود أيضا أن أتوجه بالشكر للسيد فرناندو غوميز رئيس الجامعة البرتغالية لكرة القدم، وأهنئكم على فريق العمل الذي تم إحداثه والذي يجمع الاتحادات الثلاث. يشرفني أن أحضر إلى الرباط لإضفاء الطابع الرسمي على ترشيحنا الثلاثي، ترشيح يجمع إسبانيا والبرتغال والمغرب. أود أن أنتهز هذه السانحة لأعبر عن تعازي الحارة وتضامني مع كل من عانوا من زلزال 8 شتنبر/أيلول الماضي، ونحن نقف إلى جانبكم. في حقبة الأزمات كتلك التي نعيش فيها اليوم، من المهم أن نشير أن 3 بلدان من قارتين يتحدون من أجل تنظيم مونديال مشترك، وهو درب السلام. هذا الترشيح دليل على الاتحاد والتضامن، لأنه يجمع بين ثقافات متعددة في ظل الاحترام. نحن إزاء فرصة فريدة للتعاون بين الاتحادات الثلاث والبلدان الثلاث والشعوب الثلاث. علاوة على ذلك، سيكون المونديال القادم أو سيخلف هذا المونديال إرثا مهما في البلدان الثلاثة وفي العالم برمته. من يحب كرة القدم يعمل منذ سنوات حتى يكون هذا الحلم حقيقة، فنحن نؤمن به، ولكن ما زال الدرب أمامنا طويلا قبل أن ننهي تفاصيل ملف الترشيح في أفق شهر يونيو حزيران القادم. بالإضافة إلى ذلك، نلتزم بإحاطة عشاق كرة القدم بمستجدات هذا المسلسل، لأننا نريد أن يتواصل هذا الطموح ويتضاعف في وسط عشاق الساحرة المستديرة. يشرفني كرئيس للاتحاد الإسباني لكرة القدم أن نوقع على خطاب النوايا بكل ما يحمله ذلك من معاني. أمامنا مشروع مشترك سيجعل بلداننا أكثر طموحا، فلنجعل هذا الحلم حقيقة. المرة الأخيرة التي اجتمعنا فيها أنا وفوزي وفرناندو غوميز، احتفظت بكلمات قالها فوزي، ألا وأن الأمر يتعلق بترشيح فقط. البلدان الثلاث أضحت موحدة وملف موحد، وهذا هو الدرب الذي يجب أن نسير فيه. ونعرب عن امتناننا وشكرنا لصاحب جلالة الملك محمد السادس على إسهاماته لتطوير هذه الرياضة. شكرا جزيلا على إصغائكم.